طلعونا يا اخو، والله طلعونا، ما انت شايف كيف حالنا واحوالنا. كل ما ماما تيجي تطبخ بتنحرق، والله تعبنا. غيرونا جيبوا لنا الحال غيرها، والله تعبنا. الحلاوة هذه ما شاء الله، بارك الله فيكم، مازال حسناتكم ان شاء الله هيك بتريحونا من الدخنة ومن النار ومن الأزمة اللي احنا فيها. الله ما شاء الله تكون غزة عن جد، ان شاء الله بيكون بيريحنا. سلم ايديكم. احنا بنحب الامارات، واحنا الحمد لله بنحب كل الناس، والف الف الف ميت شكرا لكم اللي انتم بتعطونا وبتفلوا رياقنا.